Amis, alors, c'est très important, l'heure est grave. Quand je vous dis les moyens des urgences, on n'a pas de masque pour tout le monde. Et là, on veut absolument refaire de rappel. Nous avons une vidéo claire où elle est efficace à la corona. Juste pour que je vous dise. Alors, corona, c'est vrai. Virus les voit d'ailleurs même en avril. Nous avons une infirmière, mais Nes les a dit ça va bien, redit chef. D'accord, j'ai dit information là comme vous. Mais qui est connu une fois d'ailleurs. J'ai l'infirmière de Nes li غادي يوصلوا للمضاعفات نقدروا نقولوا انها صعيبه واللي كيحتاجوا فيها ربما البعض منهم الاسره ديال الانعاش الاجهزه ديال التنفس الاصطناعي الى اخره. واخا شنو هو المشكل اذا؟ اذا كانوا 80% كيتشافوا المشكل هو انه لو فيروس كونتاجيو بزاف. شنو هي كونتاجيو بزاف؟ يعني انه الاغلبيه ديال الناس اللي غادي يتلاقاو مع شخص عنده الفيروس غادي يتعادوا. وهنا فين هذاك 80% داك الرقم الاول كيولي مهم. علاش؟ لان 80% ديال الناس اللي غادي يتشافوا سواء غادي يكون عندهم اعراض اللي هي ضعيفه سواء غادي يكون عندهم يعني ربما ما كاينش عندهم كاع الاعراض، فبالتالي هما ما عارفينش راسهم مرض ولكن كينشروا الفيروس. واذا خدينا فقط الرقم ديال 1% ديال المغاربه اللي غادي يتقاسوا غادي تعطينا 400,000 مصاب. 400,000 مصاب منهم 21% اللي غادي يحتاجوا الانعاش، اللي غادي يحتاجوا يعني الاجهزه ديال التنفس، يحتاجوا الامور اللي صعيبه واللي مكلفه واللي ما غاديش تقدر تعطي مفعوليه في 100% من الحالات. فبالتالي شنو هي هاد 400,000 واحد تقاسموا حسبوا منها 20% 80,000 واحد. داكوغ 80,000 مغربي. وكلنا شفنا الفيديو ديال رئيس الحكومه كاين 250 سرير اللي مخصصه لمرض كورونا، يعني ربما 80% اقل من داكشي اللي نقدروا نحتاجوا. تخيلوا هذا المنظر ديال سرير واحد دايرين به 80 واحد كيتسناو نوبتهم. داكوغ دونك بلا ما نكذبوا على راسنا، المغرب ما غاديش يقدر يتحمل اننا نوصلوا كيف وصلت الامور في الصين، فرنسا، في الطاليان، في اسبانيا. داكوغ دونك الحل الوحيد اللي كيبقى امامنا الا ما بغيناش الاقارب ديالنا، ما بغيناش الناس اللي عزاز علينا يموتوا، الحل الوحيد هو ما يتعداوش. باش ما يتعداوش حنا واخا نقدروا نقولوا بانه غادي نتصابوا وما غادي نبراو، حنا ما خصناش نتعداو حتى حنايا. فبالتالي الله يجزيكم بخير، كل واحد يبقى في دارو، هذا هو الحل الوحيد. وعندنا جوج ديال الخيارات، اما 14 في اليوم والناس جالسه في دارها ما كتنشرش الفيروس، اما 5 6 7 اشهر وراكم عارفين ما كاينش تداعيات يعني صحيه. تخيلوا هادشي المشاكل اللي غادي توقع حتى على الاقتصاد، حتى على البطالات، على بزاف المسائل. فبالتالي الله يجزيكم بخير، اسهل حاجه نديرو هي نحاولوا ما نخلطوش بزاف، نحاولوا على قد الامكان ما نخرجوش من ديورنا وما نشروش الفيروس، راه ما